تصدق يا عم كل يوم بالليل عم ننام بردانين وجوعانين. ما عنا حطب. وأنا بابا شهيد قبل ما يموت كان عنا عطول حطب. ما في اي كلام يوصف اهلنا في فلسطين وتبرعاتهم الدائمه من اول اللجوء للاردن. طبعا دعم المستمر لاهاليهم بالشمال السوري من خلال بناء البيوت وبناء العائلات من الخيام. شكرا كبيرا جدا لكل اهلنا في فلسطين بكل البلدات وكل المناطق.